نخلي بالنا من المعلومة المهمة دي، ليه معظم شركات الأدوية أو تقريبا كلها وشركات الأغذية والمشروبات بتنوه على منتجاتها إنها تحتوي على مادة الأسبرتام اللي هي تستخدم كسويتنر أو محلي صناعي في حالة وجوده، لأن ببساطة مادة الأسبرتام بتتكسر في الجسم اللي هي فينايل ألينين. طيب معانا نسبة أو احتمالية 1 من كل 10,000 شخص مصاب بمرض اسمه فينايل كيتون يوريا أو بي كيو، والمرض ده بيكون منذ الولادة. المرضى دول ما بيعرفوش يكسروا الحمض الأميني الفينايل ألينين ويتخلصوا منه من الجسم، فبالتالي لو أخذ أسبرتام مادة الفينايل ألينين هتتراكم في جسمهم وتؤدي لبعض التغيرات، منها تدمير الدماغ وضعف القدرات العقلية. تاني حاجة قلة صبغة الميلانين في الشعر والجلد، رائحة كريهة للفم والعرق والبول، ممكن تسبب له رعشة في الإيد ورجل ونوبات تشنجات. فبالتالي الخلاصة أي شخص عند البي كيو يجب أن يمتنع عن تناول أي دواء أو غذاء يحتوي على الأسبرتام. شكرا.